10 صباحا بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأخبار نستهلها بأبرز العناوين. عشرات الشهداء في مجازر للاحتلال في المحافظة الوسطى بغزة، والمقاومة تتصدى له في محاور التوغل وتخوض اشتباكات ضارية معه في خان يونس. قصف إسرائيلي على مستشفى الأمل بخان يونس، وقوات الاحتلال تشدد الحصار على مجمع ناصر الطبي وتمنع الإغاثة من الوصول إليه. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع عسكرية حدودية للاحتلال وغارتان إسرائيليتان على بلدة يارون الجنوبية. الناس المتواجدين هنا والنازحين الذين أتوا من المناطق الحدودية يعيشون حياتهم بشكل طبيعي متكلين على المقاومة وعلى حمايتها. كاميرا الميادين تجول على بلدات القطاع الشرقي في جنوب لبنان وترصد آثار الاستهداف الإسرائيلي. روسيا تعلن رسميا سيطرتها على مدينة أفدييفكا. بوتين يصف ما يحدث في أوكرانيا بالمصيري، وبايدن يحمل الكونغرس المسؤولية. أهلا بكم. بالمجازر المتنقلة يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، فيما المقاومة تواصل تصديها البطولي لقواته. سبعة شهداء ارتقوا صباح اليوم من جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما ارتقى ثلاثة مواطنين من جراء قصف في منطقة الزويدة بالمحافظة الوسطى، وكانت قد ارتفعت إلى أكثر من 70 شهيدا حصيلة مجازر الاحتلال في المحافظة الوسطى خلال اليوم الأخير. هذا وفد مراسل المدين بقصف الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل بحر رفح، إضافة إلى قصف مدفعي يطال المناطق الغربية والجنوبية لخان يونس. الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي الطبقة الثالثة من مستشفى الأمل بخان يونس، فيما تواصل قوات الاحتلال حصارها لمجمع ناصر الطبي، حيث اعتقلت عددا كبيرا من الطواقم الطبية وحولت المستشفى إلى ثكنة عسكرية، كل ذلك وسط انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات عن العمل من جراء نفاد الوقود. وأكد مراسل المدينة أن قوات الاحتلال منعت شاحنتي إغاثة من الوصول إلى المجمع الطبي. في غضون ذلك، تستمر المقاومة الفلسطينية في تصديها لقوات الاحتلال في محاور التوغل وتخوض اشتباكات ضارية معها. وأعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين من وحدة مجلان بجروح خطرة خلال المعارك في جنوب قطاع غزة، كما أعلن أن عدد قتلاه منذ بداية الحرب بلغ 573 قتيلا، فيما أصيب 2918 آخرون. هو مفترق موقع قريش قبل قليل. ومن رفح جنوبي قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد غانم. مرحبا بك أحمد ويعطيك العافية. إذا قصف إسرائيلي متوزع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، آخره على ما يبدو في حي الزيتون، ماذا لديك من تفاصيل؟ هذا صحيح، الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا في منطقة المصلبة في حي الزيتون، أودى بحياة عدد من الشهداء ووقوع عدد آخر من الجرحى حتى هذه الساعة، فيما الغارات الإسرائيلية منذ عصر يوم أمس متواصلة حتى الساعة أحمد. المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الوسطى ما تزال ماثلة إلى الآن، وأصداؤها ما تزال حاضرة حتى هذه اللحظة. 10 منازل استهدفها الجيش الإسرائيلي بشكل متزامن في النصيرات والزوايدة ودير البلح، أودت بحياة عدد من الشهداء والجرحى. ربما تقدر هذه الأعداد، وهي بالمناسبة ليست نهائية، ولا سيما أن عمليات الإغاثة والإنقاذ ما تزال قائمة حتى اللحظة في ظل هذه الأجواء الماطرة والباردة. الأعداد تجاوزت 65 شهيدا حتى هذه اللحظة والعشرات من الإصابات. هذه كانت في الحقيقة ضربة مفاجئة، 10 منازل في توقيت واحد، كلها منازل مأهولة بالسكان والنازحين، معظمهم من المدنيين العزل، بالتالي أعداد الشهداء كانت كبيرة، أعداد الجرحى كبيرة، وعمليات الإنقاذ كما ذكرت آنفا ما تزال
مستمرة حتى هذه اللحظة. طبعا القصف الإسرائيلي طال عدة منازل أيضا في خان يونس في الزوايدة صباح هذا اليوم، وأيضا فجر هذا اليوم طال أحد الشاليهات في مدينة رفح، وقد ارتقى عدد من الشهداء والجرحى بينهم عائلة أبو نحل وهي عائلة نازحة من مدينة غزة. ووصلت المدفعية الإسرائيلية قصف الأطراف الشرقية للمدينة، مدينة رفح أعني، بوابل من القذائف المدفعية. في خان يونس أيضا الجيش الإسرائيلي واصل عمليات القصف بالطائرات وبالمدفعية، وركز على المناطق الشرقية وكذلك الأطراف الجنوبية والأطراف الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس. مستشفى ناصر ما يزال حتى الآن محاصرا. قبل قليل وردتنا معلومات بأن الجيش الإسرائيلي احتجز مدير مجمع ناصر الطبي ويجري معه تحقيقات بشأن المستشفى، وكنا قد ذكرنا بأن الجيش الإسرائيلي قد اقتحم هذا المستشفى وحوله إلى ثكنة عسكرية، ونقل الناس في البداية إلى أحد المباني القديمة أو النازحين والمرضى إلى المبنى القديم، ثم أعاد نقلهم مرة أخرى أحمد إلى مستشفى الولادة. والآن طبعا أكثر من 120 مريضا وجريحا ما يزال مصيرهم مجهولا في ظل انقطاع الكهرباء، نقص الوقود، وفي ظل منع الجيش الإسرائيلي وصول قافلتين للمساعدات الطبية وكذلك الوقود إلى هذا المستشفى. أحمد، طب أحمد، هذا على صعيد ما يحصل في مستشفى مجمع ناصر الطبي، طب ماذا عن أوضاع النازحين الآن وكيف هي الأجواء في مدينة رفح مع هذا البرد حيث تتواجدون وكذلك تتصاعد التهديدات الإسرائيلية أيضا؟ في الحقيقة السؤال الشاغل الآن لأكثر من 1,500,000 نازح في رفح هو هل ستدخل إسرائيل بقواتها وجنودها ودباباتها إلى رفح؟ والحقيقة أيضا في المقابل أنه لا جواب، ولكن الناس يساورهم القلق بشكل كبير للغاية حول جدية التهديدات الإسرائيلية، وخاصة أن معظم هؤلاء الناس في مدينة رفح قد نزحوا مرة أو مرتين وربما ثلاثة مرات. ليس غريبا أن نقول بأن أصلا النازحين في مدينة رفح يعيشون حربا من نوع آخر، وهي حرب التجويع في ظل استمرار تدفق بطيء للمساعدات الإنسانية، في ظل أن أكثر من 600 إلى 700 ألف أو أكثر من نصف النازحين في رفح لا يعيشون في مخيمات للنازحين، وإنما يعيشون في الشوارع، الحدائق، الممرات، الشوارع والأرصفة. وهؤلاء يعيشون في ظل ظروف بارد، الآن نحن في ذروة الشتاء أحمد، في خمسينية الشتاء، الأمطار غزيرة، وبالتالي معظم خيام هؤلاء النازحين كما شهدنا مرات سابقة غرقت. معظم هؤلاء النازحين هم من النساء والأطفال، يعيشون أوضاع البرد القارس بلا ملابس، خاصة أن معظم الأسواق الملابس منها مختفية تماما، معظم تزويدات الأسواق عبر معبر كرم أبو سالم متوقفة منذ بدء اليوم الأول من العدوان. التجار لا يستطيعون استيراد أي من أنواع الملابس أو الطعام عبر معبر كرم أبو سالم، وإنما ما يكتفي به أو ما يدخل غزة هو فقط عبر المساعدات الرسمية من 70 إلى 100 شاحنة. الهلال الأحمر شاحناته معطلة، تمنع من الدخول منذ أكثر من 8 أيام بحسب ما قال في تصريحات صحفية، بفعل منع ذوي الأسرى الإسرائيليين هذه الشاحنات من الدخول إلى القطاع. وبالتالي فإن أوضاع هؤلاء النازحين هي غاية في السوء، تتدهور يوما بعد آخر، خاصة على كل الصعد، على الصعيد الغذائي من ناحية، وخاصة أننا نتحدث عن وضع صحي غاية في السوء. اليوم بدأت وزارة الصحة أو خلال الأيام الماضية بدأت بعملية إنشاء خيام جديدة كرديف للمستشفيات، بمعنى مستشفيات ميدانية، وذلك لأن مستشفيات القطاع، مستشفيات مدينة رفح، سواء مستشفى أبو يوسف النجار أو المستشفى الكويتي، هي قدرتها ضعيفة على استقبال أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى. والأخطر أنه في حال اقتحام مدينة رفح فإن المنظومة الصحية في مدينة رفح قد تسقط بكل تأكيد، ولا سيما أن قدرة المنظومة الصحية هي قدرة ضعيفة على تحمل أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في حال شن الجيش الإسرائيلي عدوانا واسعا على المدينة. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من رفح جنوب قطاع غزة، مراسل الميادين أحمد غانم. حركة حماس حذرت من استغلال الظروف في محاولة العبث بالجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني، وقالت إن انشغال المقاومة في التصدي للعدوان لن يقف حائلا أمام حمايتها للشعب وصونها للحاضنة الشعبية، ودعت الشعب إلى مزيد من اليقظة وقطع الطريق أمام أي محاولة لاستهداف صموده وثباته. حماس رأت أن الاحتلال وبعد فشله في الوصول إلى أهدافه المعلنة يحاول استهداف الحاضنة الشعبية للمقاومة عبر محاولاته لنشر فوضى، مؤكدة أن الحركة تعمل مع كل القوى والفصائل من أجل رفع المعاناة عن الشعب ووقف العدوان الفاشي عليه.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن كل من يطالب إسرائيل بعدم شن عملية في رفح فإنما يطالبها بخسارة الحرب بحسب تعبيره. سنواصل الحرب حتى تحقيق الانتصار المطلق والكامل والقضاء على حركة حماس. مطالب حماس تمثل هزيمة لإسرائيل ولن نوافق عليها. لن نقبل بدولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر. دولة فلسطينية ستكون مكافأة عن أحداث 7 أكتوبر. أبلغنا بايدن أننا سنواصل حتى تحقيق النصر المطلق، وهذا يشمل عملية في رفح. وتوازيا مع كلمة نتنياهو، تظاهر آلاف المستوطنين في تل أبيب والقدس، وأغلق المشاركون الشارع إلى وزارة الأمن في تل أبيب مطالبين نتنياهو بالعمل على الإفراج عن الأسرى لدى حماس وإجراء انتخابات فورية. هددت الولايات المتحدة بوادي مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد نددت بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت، واعتبرت أن ذلك يهدد بتقويض المفاوضات الجارية، ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة لا تدعم التصويت عليه. وبحسب مصادر دبلوماسية فقد طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على النص. توقع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إجراء صفقة تبادل قريبا جدا. وخلال مؤتمر ميونخ للأمن قال محمد بن عبد الرحمن إنه يجب وقف الحرب في غزة من دون شروط مسبقة. إذا تمكننا من التوصل في الأيام القليلة المقبلة إلى بعض الظروف الجيدة على هذا الجانب، فإنني أعتقد أنه يمكن أن نرى اتفاقا قريبا جدا. ومع ذلك فإن النمط الذي ساد في الأيام القليلة الماضية لم يكن واعدا جدا حقا. لكن كما أكرر ذلك دائما، كما تعلمون سنظل دائما متفائلين. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن أمام إسرائيل فرصة استثنائية خلال الأشهر المقبلة لتطبيع علاقاتها مع جيرانها العرب. وخلال حلقة نقاشية في مؤتمر ميونخ للأمن أعرب عن اعتقاده بوجود ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى للمضي قدما نحو إقامة دولة فلسطينية تضمن أيضا أمن إسرائيل. كيف نتأكد من أن هذه الدورة لا تكرر نفسها، سواء كان ذلك بعد عام من الآن أو بعد 5 سنوات أو بعد 10 سنوات من الآن؟ أعتقد أن هناك فرصة استثنائية أمام إسرائيل في الأشهر المقبلة لكي تنهي هذه الدورة فعليا وإلى الأبد، وذلك لأن هناك بعض الحقائق الجديدة. عندما كانت هناك جهود لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بدءا بحقيقة أن كل دولة عربية تقريبا ترغب الآن بصدق في دمج إسرائيل في المنطقة وتطبيع العلاقات. هذا إن لم يفعلوا ذلك أساسا حتى الآن لتوفير الضمانات والالتزامات الأمنية حتى تشعر إسرائيل بمزيد من الأمان. هذا وأكد وزير الخارجية الصينية أن بكين لن تسمح باستمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. إن حل أزمة البحر الأحمر يحتاج إلى معالجة السبب الجذري، والسبب الجذري هو الصراع الدائر في غزة، وموقف الصين واضح: أولاً إنهاء القتال، وثانياً دخول المساعدات الإنسانية. لا يمكننا أن نسمح باستمرار هذه الكارثة. مجموعة الدول السبع حذرت من خطر التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ومن العواقب المحتملة لشن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح. وقالت إيطاليا التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة السبع إن وزراء الخارجية دعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الإنسانية، ولا سيما معاناة 1.5 مليون مدني لجأوا إلى رفح. وأكدوا استعداد المجموعة لدعم السلطة الفلسطينية من أجل إجراء الإصلاحات الضرورية لتمكينها من تولي المسؤولية في غزة والضفة. حرب غير معلنة رسميا تشنها إسرائيل على الضفة الغربية، اعتقالات واغتيالات وتدمير بنى تحتية وتضييقات فاقمت الأوضاع سوءا ما بات ينذر بانفجار قريب. تقرير نسين سلمي من رام الله. 396 شهيدا وأكثر من 7000 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، يضاف إلى ذلك تدمير بيوت وبنى تحتية في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تحديدا في شمال الضفة. تصعيد إسرائيلي جعل الضفة تغلي على صفيح ساخن وتنذر بمواجهة قريبة.
الضفة ذاهبة إلى انفجار محتم بفعل سياسات الاحتلال، تهويد مدينة القدس، عمليات القتل اليومي والإعدامات، تسعير وطيرة البناء الاستيطاني غير الشرعي في أرضنا الفلسطينية. المواجهة قد تختلف هذه المرة عن الانتفاضتين الأولى والثانية بحسب ما يرجح مراقبون، وقد تأخذ الشكل العسكري أو شكل العمليات المنفردة، خصوصا في ظل عدم وجود قيادة قادرة على توجيه الشارع نحو انتفاضة شعبية. هذا الشارع نفسه يغلي في ظل انعدام الرواتب من قبل السلطة الفلسطينية ومنع العمال من العمل في الداخل المحتل، إضافة إلى أكثر من 700 حاجز إسرائيلي عزلت المدن والقرى وضيقت حياة الفلسطينيين. نحن نشهد تشكل حالة في الضفة الغربية تقوم بها مجموعات بشكل فردي أو بشكل مجتمع بتنظيم أنفسها والحصول على السلاح قدر الإمكان، وإن لم يتوفر السلاح فهي تدافع عن نفسها بأشكال بسيطة بما في ذلك استخدام السكاكين، عمليات الدهس وغير ذلك. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تزداد المخاوف من تدهور الأوضاع، خصوصا إذا نفذت إسرائيل تهديداتها بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى، وواصلت احتجاز أموال السلطة الفلسطينية متسببة بمزيد من التدهور الاقتصادي. تدهور الوضع الاقتصادي تضاف إليه اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين سيعني بالضرورة تدهور الوضع السياسي، ما قد يخرج الفلسطينيين عن صمتهم بانتفاضة ثالثة أو بعمليات منفردة للمقاومة الفلسطينية. نسر سلمي، رام الله، الميادين. إلى جبهة جنوب لبنان، حيث أفاد مراسلنا صباح اليوم بأن طيران الحرب الإسرائيلي استهدف بلدة يارون بغارتين، وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد أعلنت استهداف مواقع عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي. واستهدفت المقاومة ثكنة برانيت الإسرائيلية بصاروخ فلق واحد وأصابتها إصابة مباشرة، كما قصفت بالأسلحة الصاروخية موقعير وإسات العلم والسماقة في مزارع شبع المحتلة وموقع الظهيرة، واستهدفت موقع راميا وتجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشة بالأسلحة المناسبة. في جنوب لبنان، جال الزميل علي مرتضى على بعض بلدات القطاع الشرقي ومنها بليدة وميس الجبل وحولة التي تتعرض للاستهداف المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى تدمير عدد كبير من المنازل والممتلكات فيها. ننطلق الآن في اتجاه القطاع الشرقي، ولكن نسلك الطرقات غير المحاذية للهدوء. اليوم بحسب معطياتنا فإن الطقس سوف يساعد، حيث أن هناك غيم يجعل من الصعب الرؤية على المواقع الإسرائيلية. سوف نذهب لنرصد الدمار، ولكن في البداية نود أن نطلعكم على أجواء هذه القرى البعيدة نسبيا عن الحدود مباشرة. نحن في بلدة البيزورية، ترون الحركة طبيعية في هذه البلدة، ليس هناك من الأطفال في الطرقات، ليس هناك من أجواء حرب أو خوف. الناس المتواجدين هنا والنازحين الذين أتوا من المناطق الحدودية يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، متكلين على المقاومة وعلى حمايتها. وصلنا إلى بلدة بليدة، هذه البلدة الحدودية مباشرة مع فلسطين المحتلة. طبعا هذه البلدة تعرضت للعديد من الغارات الإسرائيلية وتم استهدافها أكثر من مرة. يمكن القول بأن هذه البلدة هي بداية القطاع الشرقي، يعني منها ينطلق بداية القطاع الشرقي وصولا إلى أقصى، وصولا إلى مرج عيون وكفرشوبة ومزارع شبعة المحتلة. إذن من بليدة ندخل إلى ميس الجبل، أيضا هذه البلدة الحدودية المتاخمة لمستوطنة المنارة والتي يطل عليها العديد من المواقع الإسرائيلية التي تتعرض يوميا لنيران مباشرة من لبنان. وقد تعرضت هذه البلدة أيضا للعديد من الغارات الجوية الإسرائيلية وغارات المسيرات التي استهدفت منازل المدنيين وأرزاق الناس. في ميس الجبل تعرضت هذه البلدة للعديد من الغارات الجوية الحربية والتي أدت إلى دمار كبير في منازل المدنيين. نرى هذا الحي
الذي تعرض لأكثر من غارة، أدى إلى تدمير أكثر من منزل. نرى أرزاق المواطنين المدنيين التي تعرضت لهذا الدمار الكبير نتيجة الغارات الحربية الإسرائيلية العشوائية، والتي يستهدف بمعظمها منازل المدنيين في البلدة. في عمق الصورة وعلى رأس الجبل، هذه مستوطنة المنارة، المستوطنة المطلة مباشرة على بلدة ميس الجبل، التي تعرضت للعديد العديد من العمليات العسكرية التي استهدفت الجنود الإسرائيليين المتمركزين فيها. بلدة حولة ونقترب أكثر فأكثر من أقصى القطاع الشرقي، ويظهر طبعا الغارات التي استهدفت أيضا منازل المدنيين في حولة التي لم تسلم من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق المنازل المدنيين وبحق أرزاق الناس في هذه القرى. علي مرتضى، حولة، الميادين. شيعت مدينة النبطية وحركة أمل 7 من الشهداء المدنيين الذين ارتقوا في مجزرة الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي، وأكد المشيعون وحدة الدم بين الشعبين اللبناني والفلسطيني. التفاصيل أكثر في التقرير التالي لجمال الغربي. هي المدينة التي خرجت يوما ما بالأكفان لطرد المحتل الإسرائيلي عام 1983. اليوم النبطي تضرب موعدا جديدا مع الشهادة، وهي تودع 7 أكمان أبرياء استهدفهم الغدر الإسرائيلي قبل أيام. هذا الأمر سيزيد أهل الجنوب تمسكا بأرضهم وإصرارا على مقاومتهم، وهذا ما يزيدنا تمسك بعنصر قوتنا الأساسي وبثقافتنا الأساسية، بأن وحدة لبنان هي بقوة شعبه وجيشه ومقاومته. مهيبا كان الوداع الأخير، من مختلف البلدات والقرى جاءوا للمشاركة في تكريم الشهداء. ما في شيء يخوفنا، ما في شيء يخوفنا ابدا بالمره. نحن من جبل، من ارض جبل عامل، نحن صامدين. هيدا احلى عرس للشهداء، هيدا فخر لنا وعز وكرامه. الله يرحمهم وهنيهم بجنتهم، وان شاء الله يحمي هالشباب ويرد عنهم ويهلك على اسرائيل بجاه محمد وعلى. وحدة الدم والمصاري بين الشعبين اللبناني والفلسطيني موقف شدد عليه المشاركون. إن استجابة مقاومتنا لاستغاثة أهلنا في غزة بالحكمة والشجاعة والبصيرة التي مارستها تأتي من جهة منسجمة بوضوح مع قيمنا الدينية وآدابنا الاجتماعية والأخلاق الإنسانية في التعاطف مع المظلوم. لم يتخلف الجنوبيون عن الموعد، فالمشاركة في تشييع الشهداء هو بمنزلة الاستفتاء على نهج المقاومة وثقافتها. هو أكثر من تشييع لمواطنين أبرياء قتلتهم إسرائيل، بل هو تأكيد أن الدم المسفوك غيلة في لبنان وغزة واحد، ويعكس الالتفاف الشعبي حول خيار المقاومة. جمال الغربي، نبطي، جنوب لبنان، الميادين. ونبقى في النبطية مع مراسلنا من جنوب لبنان جمال الغربي للإطلاع أكثر على التحضيرات الجارية على قدم وساق لعدد من جنازات تشييع الشهداء الذين ارتقوا بفعل القصف الإسرائيلي المستمر. مرحبا بك جمال، لو تقربنا أكثر من المشهد لديك. نعم. تفضل. نعم، مرة جديدة الجنوب اللبناني على موعد مع توديع ثلة من مجاهدي في مدينة النبطية. تودع حركة أمل 3 مجاهدين ارتقوا دفاعا عن لبنان وعن الجنوب، وأيضا حزب الله يودع 3 مجاهدين ارتقوا على طريق القدس بعد لحظات في أكثر أو في 3 قرى جنوبية.
للحديث يعني عن هذه التشييعات وما يجري في الجنوب اللبناني والاعتداءات الإسرائيلية، وتحديدا يعني في الاعتداء الأخير الذي حصل في مدينة النبطية على المدنيين. اسمح لي يعني أن أستضيف عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قبلان، وهو بالمناسبة ابن بلدة ميس الجبل الجنوبية. هذه البلدة جارة فلسطين. سعادة النائب، الاستهدافات الإسرائيلية للمدنيين كثيرة، كيف ستواجهون هذه الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة يعني على المدنيين؟ يعني أسلوب العدو الإسرائيلي قديما وحديثا ودائما أنه أعجز عن أن يواجه المقاومين والمقاتلين. هو يعني قد أبدع في قتل المدنيين إن كان على مستوى لبنان أو على مستوى فلسطين المحتلة. هو يعني يعتقد أنه بارتكاب المزيد من المجازر وبقتل المزيد من الأبرياء يستطيع أن يفرض إرادته على هذا الشعب، ولكن هذا الشعب الذي أخذ على عاتقه أن لا يكون إلا في موقع المواجهة مع هذا العدو يواجه هذا العدو ويوجه له الصفعات ويؤكد له في كل يوم أن الدماء تصنع المجد وتصنع الانتصار وتصنع الحرية، وأنه كلما سقط المزيد من الدم كلما كان هناك المزيد من الانتصارات والمزيد من توجيه الضربات لهذا العدو الغاشم. كيف عم بتشوف المشاركة الشعبية للجنوبيين بتشييع الشهداء؟ هؤلاء هم أبناء الجنوب الجميع في خندق المقاومة والمواجهة. هذا شعب الجنوب أو أهل الجنوب من أكثر من وقت الأزمة، يعني أزمة فلسطين، وهذا الشعب صامد في أرضه متشبث بها، يقاوم يقاتل، الجميع يقاتل في هذه الأرض. المرأة تقاوم والطفل يقاوم والشيخ يقاوم والشاب يقاوم، الجميع انخرط في مشروع المقاومة لأنه مجتمع مقاومة ولأنه أصحاب الحق ويدافع عن حقه وعن أرضه وعن شعبه. نعم، شكرا جزيلا لك. يعني التحضيرات مستمرة حوالي نصف ساعة وتبدأ يعني مراسم التشييع هنا في النبطية، ولكن يعني المشهد هنا كبير، المشاركة الشعبية، الحشود بدأت تتقاطر من كافة القرى لتوديع شهداء المقاومة دفاعا عن فلسطين ودفاعا عن لبنان وجنوبه. شكرا جزيلا لك من النبطية جنوب لبنان جمال الغربي على كل هذه التفاصيل. حذرت وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن الإطلاق المفاجئ للصواريخ الدقيقة من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية حساسة من شأن أن يمنح حزب الله ميزة كبيرة بمجرد بدء الحرب. الإعلام الإسرائيلي كشف أيضا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض مناقشة سياسة إسرائيل في لبنان خلال اجتماع الكابينت، مشيرا إلى أنه منتدى يعاني وباء التسريبات، وذلك بحسب مصدرين مطلعين على تفاصيل الاجتماع. فيما حذرت رئيسة حزب ميرتس السابقة زهافة جالوان من أن إسرائيل لا تستطيع القتال على جبهتين. أقول بحذر إن إسرائيل لا تستطيع السماح لنفسها بالقتال على جبهتين، وأقصد قتالا حقيقيا. لقد قالوا لنا إنهم مستعدون للقتال في غزة ورأينا ماذا جرى. حاليا لسنا قادرين. الآن هناك نوع من سياسة الاستيعاب. نصر الله يحاول ونحن نرد، وأعتقد أن تصريحات وزير الأمن غير ضرورية وغير موضوعية. دخول أيزنكوت وغانتس إلى الحكومة رمى بالضبط إلى من تجرؤ وزير الأمن على مهاجمة الشمال، وأعتقد أنه يجب التوصل إلى تسوية سياسية. أكدت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء أن وضع الولايات المتحدة أنصار الله في قائمة الإرهاب إجراء غير قانوني وغير شرعي. وفي بيان قالت الخارجية أن واشنطن هي التي تمارس الإرهاب بحق كثير من الدول، وآخرها دعم إرهاب الاحتلال بحق المدنيين في غزة. فيما حذر عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم من أن الإصرار الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي على الاستمرار في العدوان على غزة ورفح سيوسع الصراع في المنطقة وستتصاعد معه العمليات العسكرية اليمنية. هذا ويدخل قانون الدول والكيانات المعادية في اليمن حيز التنفيذ بعد ساعات من إعلان واشنطن دخول تصنيف أنصار الله في قائمة الإرهاب حيز التنفيذ. القانون وافق عليه رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهد المشاط، وصنف كل الدول التي تقوم بأعمال عدائية ضد اليمن. أحمد عبد الرحمن من صنعاء.
غداة إعلان واشنطن دخول تصنيفها أنصار الله على قائمة الإرهاب حيز التنفيذ، قانون الدول والكيانات المعادية يدخل حيز التنفيذ في اليمن بعد مصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط رسميا عليه. خطوة ردت صنعاء بها على التصنيف الأمريكي الذي يعكس وفق المتحدث باسم أنصار الله جانبا من النفاق الأمريكي المكشوف والمفضوح. القرار جاء كرد على التصنيف الأمريكي، وهو يعنى باتخاذ العقوبات اللازمة تجاه الدول أو الكيانات المعادية للجمهورية اليمنية وعلى رأسها الكيان الصهيوني. القانون اليمني حدد التعريفات والأهداف والأحكام على كل دولة أو مجموعة تمارس أعمالا عدائية ضد اليمن أو ضد أي دولة عربية أو إسلامية، ولا سيما إسرائيل والمنظمات والجماعات التي لها أهداف عدائية ضد اليمن، فضلا عن الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة المنافية للقيم الإسلامية. كما قسم القانون الدول والكيانات والمنظمات والجماعات والأشخاص لناحية الأعمال العدائية والإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها. قانون تصنيف القوى المعادية لليمن أعتقد أنه يرسم محددات السياسة الخارجية بالنسبة لليمن، إضافة إلى ذلك يحاول على أن يؤكد على سيادة اليمن وعلى وجودها وعلى الهوية الإسلامية العربية. بالترافق مع صدور القانون صدر أيضا قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بإنشاء مركز للعمليات الإنسانية هدفه التنسيق للمرور الآمن للسفن في البحر الأحمر باستثناء السفن المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي أو السفن الأمريكية أو البريطانية. الحصار بالحصار والقصف بالقصف والتصعيد بالتصعيد والتصنيف بالتصنيف، بالمثل تقابل صنعاء كل خطوة أمريكية ضدها، لا تراجع ولا استسلام تقول، وتؤكد أن لا شيء سيوقف عملياتها العسكرية البحرية قبل وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. شارك مئات الآلاف حول العالم في تظاهرات تحت شعار يوم التحرك العالمي من أجل غزة، وشهدت أكثر من 100 مدينة في 45 بلدا تظاهرات نصرة لغزة ومطالبة بوقف الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. في برلين حمل المتظاهرون نعوشا رمزية في رسالة حول استهداف الأطفال، وفي فرنسا حمل عشرات الآلاف دما صغيرة ملطخة بالدماء مطالبين حكومتهم بالتدخل الفوري لوقف الحرب. وفي بريطانيا شارك عشرات الآلاف بمسيرة انطلقت من وسط لندن وجابت شوارعها وصولا إلى السفارة الإسرائيلية مطالبين بوقف الإبادة والعدوان على غزة. تقرير موسى سرور. جبهة التضامن الشعبي تزداد زخما في العاصمة البريطانية نصرة لفلسطين. عشرات الآلاف خرجوا إلى شوارع لندن في يوم التضامن العالمي مع غزة طلبا لوقف الإبادة والعدوان على غزة. نريد من حكومتنا أن تمارس الضغوط خصوصا على إدارة الرئيس بايدن، لأنه الشخص الوحيد الذي له تأثير على إسرائيل ويستمع إليه نتنياهو، وبالتالي علينا أن نمارس ضغوطا على الإدارة الأمريكية من أجل المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار. لا يمكننا أن نقف ونشاهد المزيد من أعمال القتل. المتظاهرون احتشدوا أمام السفارة الإسرائيلية في لندن، وهي المرة الثانية التي يتظاهرون أمامها منذ 7 أكتوبر، مطالبين المجتمع الدولي بوقف الإبادة في خان يونس ورفح وغزة وباتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية. نحن نتظاهر ضد العدوان الإسرائيلي على غزة وضد التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني. إن ما تفعله إسرائيل هو إبادة، وهذا ما أقرته محكمة العدل الدولية. ما يحصل في غزة هو نتيجة الدعم الغربي لجرائم الإبادة في فلسطين، ويجب أن تتوقف هذه الحرب فورا. المتظاهرون اتهموا حكومتهم بتمويل جرائم الإبادة في غزة مطالبين بوقف مساندة إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين من خلال وقف صادرات الأسلحة والاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية. نحو 5 أشهر ولا يزال المتظاهرون في شوارع لندن يرددون
فلسطين من البحر إلى النهر وإسرائيل دولة إرهابية. إصرار شعبي يشي بتعاظم التيار الرافض للحروب في بريطانيا وبتعاظم التأييد الشعبي لفلسطين. مستصر لندن الميادين. وفي تونس أظهر ناشطون استجابة لدعوة فصائل المقاومة الفلسطينية إلى تصعيد التحركات الشعبية للتنديد بالعدوان ودعما لأهل غزة والمقاومة الباسلة. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالصمت العالمي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني. وحيا المشاركون في التظاهر على كل ساحات المقاومة داعين الشعوب العربية والإسلامية إلى مزيد من التحرك والضغط على الحكومات للتحرك لوقف المجازر. هذا أقل ما نقوم به، أن نكون سند حقيقي فعلي ودعم ونصرة لشعبنا في فلسطين، على الأقل يكون الدعم معنوي في أنه بالفعل يقدم إسهام لأنه شعبنا يمضي نحو انتصارات حقيقية وانتصارات حاسمة. واليوم المعركة حامية الوطيس، ودورنا في تونس أن نقف مع أخوتنا في غزة وفي فلسطين بشكل عام، ودورنا الأساسي اليوم أن نجرم التطبيع وأن نفضح المطبعين في تونس. الرسالة أن المقاومة ليست معزولة، المقاومة الآن هي التي تقود مستقبل هذه الأمة ومستقبل فلسطين. نحن مع هذه المقاومة الرائعة، نحن مع هذا الطوفان العظيم طوفان الأقصى، نحن مع استمرار هذه المقاومة، ونحن في تونس كلنا رئيس وشعب بكلنا مع القضية الفلسطينية وبكلنا مع المقاومة. في اليوم الوطني للشهيد جدد الرئيس الجزائري الوفاء لنهج الشهداء وتضحياتهم في سبيل استقلال البلاد. مواقفه جاءت في مناسبة جمعت فيها وزارة المجاهدين أبناء الشهداء والمجاهدين في احتفالية حملت شعار من أرض الجزائر إلى أرض فلسطين. تقرير سفيان مراكشي. من أرض الشهداء الجزائر إلى أرض الشهادة فلسطين، ملحمة مستمرة في الزمان والمكان والعدو واحد. بهذه القناعة عبر الجزائريون عن تلاحمهم مع تضحيات شهداء غزة وصبر أهاليها أمام آلة القتل والتجويع والإبادة الإسرائيلية في اليوم الوطني للشهيد. لو يفتحوا الحدود ما راح حتى واحد يروح غير احنا ولاد شهداء. احنا نروح. أنا قادر نروح بيا بولادي. الشيء اللي يتخذ بالقوة لازم يسترضع بالقوة، لازم حمل السلاح وحنا نكون معكم في الميدان بربي إن شاء الله. نعاهدكم بأننا سنبقى أوفياء من العراق إلى الجزائر وكل البلاد والشعوب أستثني الحكومات الشعوب. في احتفالية شارك فيها أبناء الشهداء من محافظات الجزائر المختلفة، رفعت الأسرة الثورية الصوت عاليا محتفية بالشهيد الفلسطيني ومتضامنة مع المقاومة في غزة وداعية إلى استكمال مقولة الشهداء: لا استكمال لاستقلال الجزائر إلا باستقلال فلسطين. رحم الله شهداء فلسطين وشهداء غزة. هي توافر من الشهداء لكن إلى النصر والعزة إن شاء الله وبحوله وبقوته. نجدد التحية للمقاومة الفلسطينية وصمود أهلنا في غزة وثباتهم أمام واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية في العصر الحديث. نهج الشهداء وتضحياتهم في سبيل تحرر الأوطان يحصن الروح الوطنية ويحمي الموقف الجزائري من أي انزلاق أو ضغط خارجي. الأسرة الثورية بمن تشمل من أبناء المجاهدين والشهداء دعت الرئيس الجزائري إلى مواصلة دعم فلسطين بكل السبل. أبناء الشهداء الجزائري يخاطبون شهداء المقاومة وعوائلهم: فثمن التضحية بالروح هو الحرية والمجد والخلود. في اليوم الوطني للشهيد صرخة من أرض الجزائر إلى أرض المقاومة في فلسطين التي تصنع ملاحم الشهادة والتضحيات الجسام. سفيان مراكش، العاصمة الجزائرية، الميادين. افتتحت في أديس أبابا أعمال القمة الأفريقية 37 بمشاركة عشرات من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. القمة تناولت العدوان على غزة إضافة إلى كثير من القضايا الساخنة في القارة الأفريقية. جدول أعمال مزدحم بالملفات الشائكة حضر على طاولة بحث المجتمعين في الدورة 37 للقمة الأفريقية في أديس أبابا.
المواجهة المشتعلة في السودان والأمن الهش في الصومال، القرن الأفريقي والقلق المستمر حيال الأوضاع فيه، التوترات الدائمة في الكونغو، عدم الاستقرار في ليبيا والخطر الإرهابي في منطقة الساحل، مواضيع يناقشها القادة الأفريقيون على مدى يومين بحثا عن حلول تحفظ السلام والأمن في القارة. إن التحديات الرئيسية التي تواجهنا لم تتضاءل، فالسلام وعدم الاستقرار السياسي وتغير المناخ والفقر وتهميش النساء والشباب تظل مصادر قلقنا الرئيسية. لكن القمة الأفريقية لم تناقش ملفات القارة الساخنة فحسب، بل تحولت هي نفسها إلى مادة إضافية للخلاف بين الصومال وإثيوبيا. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود منع من حضور القمة لتدين الخارجية الصومالية على الفور ما وصفته بالسلوك الاستفزازي، مطالبة الاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق. مناوشات وقضايا خلافية لم تنس المجتمعين قضية فلسطين والأوضاع في غزة. شجب للعدوان الإسرائيلي الذي لا شبيه له في تاريخ الإنسانية بحسب الحاضرين، وتأكيد لتعرض غزة للإبادة بشكل كامل وحرمان الشعب الفلسطيني من كل حقوقه. إن المحاولات السخيفة لتسوية خلافاتنا بالقوة الوحشية والعقيمة تسود علنا أمام أعين الجميع، والحالة الصارخة هي حالة غزة في فلسطين التي سويت بالأرض حرفيا، وكاد عشرات الآلاف من سكانها أن يبادوا وأهينت كرامتهم وكل حقوقهم. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية طالب بدوره برفع الصوت عاليا لوقف العدوان على غزة والاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية ونبذ إسرائيل، مواقف تنسجم مع خطوة جنوب أفريقيا في لاهاي، وهي تأتي عقب الكشف عن طرد الاتحاد الأفريقي وفدا إسرائيليا حاول الدخول سرا إلى قاعة الاجتماعات التحضيرية لمحاولة الترويج لسرديته للعدوان على غزة. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل ما يحدث في أوكرانيا بأنه أمر مصيري ومسألة حياة أو موت بالنسبة لبلاده. وكان بوتين قد هنأ الجيش الروسي بانتصاره وبالسيطرة على مدينة أفدييفكا. وكالته أنباء روسية ذكرت أنه بعث ببرقية إلى قائد المجموعة التي سيطرت على المدينة معبرا فيها عن شكره للعمل العسكري الذي قامت به جميع القوات في المعارك. هذا وأعلنت روسيا رسميا السيطرة الكاملة على أفدييفكا في جمهورية دونيسك الشعبية بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها منها. ونشر الإعلام الروسي مشاهد لجنود القوات المسلحة الروسية وهم يستبدلون العلم الأوكراني بالعلم الروسي على المبنى الإداري لمدينة أفدييفكا. وزارة الدفاع الروسية قالت إن القوات الأوكرانية التي انسحبت من أفدييفكا تحصنت في مصنع للكيماويات والفحم الحجري بعد السيطرة الروسية الكاملة على المدينة. المتحدث باسم الوزراء إيغور كوناشينكوف أكد أن القوات الروسية تتخذ إجراءات لإخلاء المدينة بالكامل من المسلحين، وقال إن القوات الأوكرانية هربت على نحو فوضوي قبل يوم واحد من قرار كييف الانسحاب من المنطقة. الرئيس الأمريكي جو بايدن حمل تقاعس الكونغرس الأمريكي المسؤولية عن السيطرة الروسية على مدينة أفدييفكا والانسحاب الأوكراني منها بعد تضاؤل الإمدادات العسكرية. وبحسب بيان للبيت الأبيض فقد اتصل بايدن بنظير الأوكراني مؤكدا له أنه واثق بتجديد المساعدات العسكرية الأمريكية وأنه سيكافح لتزويد كييف الذخيرة في وقت يعرقل فيه الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين إقرار 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تحتاج إليها أوكرانيا. بعدما رمت الولايات المتحدة بثقلها كله في حرب غزة، وجدت أوكرانيا نفسها في مواجهة روسيا بغير سند أمريكي أطلسي كما في السابق، فقد تراجع الدعم بسبب تركيز واشنطن على الاستجابة لحاجة تل أبيب، والنتيجة هي ضعف القدرات العسكرية الأوكرانية. تقرير محمد بن عبد الله. بين أوكرانيا وإسرائيل
يميلها واشنطن أكثر إلى تل أبيب، فهي الشريك في حرب الإبادة الجماعية في غزة بدعم مطلق لكيان الاحتلال ذخيرة وسلاحا ومشورة، حتى أن كييف تشكو قلة حيلة وضعفا بعد أن جفت منابع الدعم العسكري أو تكاد. والنتيجة تبدو ماثلة في أعين الساسة والمراقبين، وقد تجلت في مدينة أفديفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث مني الجيش الأوكراني بالهزيمة أمام روسيا، وفي مبررات الانسحاب نفاد الذخيرة وإنقاذ أرواح الجنود كما يردد الرئيس الأوكراني. وإذ يستغيث زيلينسكي بالغربيين في ميونخ، وترد نائبة بايدن أن الدعم الأمريكي باق ما دامت الحرب باقية، تبقى دار لقمان في واشنطن على حالها، فالخلاف قائم في الكونغرس بشأن دعم ب60 مليار دولار، وللجمهوريين عتب على أمن الحدود مع المكسيك. والواقع أن اندفاع بايدن نحو حرب غزة وإطلاق يد تل أبيب على القطاع مع فتح أبواب مخازن السلاح مشرعة قد قلب الموازين في النزاع الروسي الأطلسي بأوكرانيا، في ظل ما أظهرته المقاومة الفلسطينية من قدرات قتالية تستنزف الاحتلال. ويعبر زيلينسكي عن ذلك، فيشكو تجاهل بايدن والأطلسي طلباته المالية والعسكرية. ولا تأتي الحاجة تلك من فراغ، فقد وجدت موسكو في انشغال الغرب ولا سيما الولايات المتحدة بأمن إسرائيل المتصدع فرصة مؤاتية لتنشيط التقدم عسكريا. لكن الغرب الجماعي منقسم، فلواشنطن حرص أشد على كيان تراه رأس حربة في محيط عربي إسلامي تريده خاضعا لمشروع التقسيم والهيمنة، ولذلك تستميت بالدعم العسكري المطلق في سبيل استمرار وجود إسرائيل ضمانة للهيمنة. وللأوروبيين ما يقلقهم أمنيا، فشرقا يرون الجارة روسيا تهديدا قائما، وغربا يرون حليفا سلوكه مدعاة للارتياب. فليس ترامب وحده من يثير تساؤلات التحالف الوثيق، بل كذلك يعيد الكونغرس إلى الأذهان جدوى الاعتماد على واشنطن، بل على أوروبا تعزيز قدراتها الدفاعية بنفسها، يقول المستشار الألماني أولاف شولز، في سبيل ردع المعتدين المحتملين، كما ينطق بلسان حال الهواجس الأمنية الأوروبية، أو ما يسميه زيلينسكي بانتكاسة الغرب الشريك في المواجهة مع روسيا. لا فرق من سيكون رئيسا للولايات المتحدة، ولا أيضا ما ستؤول إليه حرب أوكرانيا، يقول المستشار الألماني. وفي طرح شولز ما يشبه طرحا سابقا للرئيس الفرنسي، فقبل 6 أعوام دعا إلى تأسيس جيش أوروبي موحد يكون مستقلا عن الأطلسي. محمد بعبد الله، الميادين. قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تنهار. ترامب وماما أنصاري في ميشيغان أضاف: نحن كعالم ثالث يجب أن نولي اهتماما لمطاراتنا. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم بسبب سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، ولفت إلى أن الفاشيين هم الذين يسيطرون على جو بايدن، ما يشكل تهديدا للديمقراطية على حد قوله. أكد الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري أن بلاده شرعت في السير على طريق الاستقلال على جميع المستويات، وخاصة بعد خروجها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس. ودعا تراوري الشباب إلى التزام الهدوء والتخلص من الخوف والهلع اللذين يسعى إلى زرعهما بعض الأطراف، كما لفت إلى أن أي شخص يخون وطنه لمصلحة الإمبريالية ستجي معاملته على هذا النحو، إذ لم يعد لدى أحد أي مشاعر تجاه الخونة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم دائما زيارة صفحات الميادين على الإنترنت، الميادين.net باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والإسبانية. نلقاكم على خير.